جوني، سأبدأ معك. من أي تفاصيل إضافية وأي ردود أفعال على زيارة هوكستين حتى هذه الساعة؟ نعم لارا، بطبيعة الحال أمال اللبنانيين اليوم كانت معلقة على هذه الزيارة لما لها من تأثير في وضع حد للنزاع المسلح المستمر منذ أكثر من شهرين. المبعوث الأمريكي حط صباح هذا اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي فريقه الذي يرافقه خضع للتفتيش، وأكمل لقاءاته باتجاه عين التيني الذي كان له لقاء مطول مع رئيس مجلس النواب. بحسب ما خرج من هذا اللقاء كان لقاء بناء ومفيد وتحدث عن فرصة حقيقية، ثم كان له لقاء مع رئيس الحكومة الذي تحدث عن أن الأولوية اليوم لوقف إطلاق النار والتطبيق 1701، وأيضا كان له لقاء مع قائد الجيش باعتبار أن الجيش اليوم له المهمة الأساسية في تنفيذ هذا القرار وبالانتشار في جنوب الليطاني. بعد ما أنهى هذه اللقاءات المدرجة رسميا، هو الآن يلتقي أيضا مندوب رئيس مجلس النواب للبحث في التفاصيل المتبقية. رئيس مجلس النواب كان تحدث عن أجواء إيجابية، تبقى بعض التفاصيل. هذه التفاصيل كما علمنا تبحث بينه وبين ممثل عن الرئيس بري، ومسألة توجهه إلى تل أبيب لن تتم إلا بعد الانتهاء من هذه التفاصيل الأخيرة. وكما علمنا بأنه سيبقى في بيروت ربما لساعات الصباح الأولى قبل أن يغادر إلى تل أبيب بعد الانتهاء من هذه التفاصيل التي يبحثها مع رئيس مجلس النواب. بطبيعة الحال اللبنانيين يعلقون أمالا كبيرة على هذه الزيارة التي ربما تحمل نتائج إيجابية لناحية وقف إطلاق النار، لكن في المقابل كان هناك أيضا اعتراض سياسي من بعض القوى السياسية حول حصر مسألة التفاوض بيد رئيس مجلس النواب، وبأن هذا الأمر حق للبرلمان وحق للنواب بأن يعلموا ما هي تفاصيل ورقة وقف إطلاق النار وما هي هذه التفاصيل التي تبحث، وبأنه يحق لكل الشعب اللبناني أن يطلع عليها باعتبار أن مصير البلد متوقف اليوم على هذه الورقة التي يتم فيها بحث إطلاق النار.